غديري كاوكاو كيلو ديال الكاوكاو محمر سوا كاوكاو سوا اللوز اللي بغيتي. اذا كيلو ديال الكاوكاو كاوكاو تخليه بالقشره ولا بلا قشره؟ لا بلا قشره بلا قشره. اذا بلا قشره ومحمر. ومحمر سوا اللوز. الا عندك اللوز تقدري ديري اللوز، عندك كاوكاو تقدري دير الكاوكاو. واخا انا عندي سؤال، كنعرفوا على انه الكاوكاو الا غير فات فيه طياب كيقدر يولي المذاق ديالو ما يبقاش لذيذ، فشنو تقريبا الوقت اللي خص السيدات تخليه في الفران ولا فوق العافيه باش يلا يتحمر بلا ما يتشوط؟ انا تنديرو في الفران ما تندوزلوش 15 دقيقه ماشي كثر. ياك فوالا ما تندوزش 15 دقيقه، غير تيتحمر غير شي شويه، يعني ماشي حتى يتحمر بزاف يبان ديك الحموريه فيه بزاف، غير شي شويه صافي، غير تيكون داك مقرمل صافي وتنحيدو. إذا أو السيدة اللي ما عندهاش كاوكاو مثلا وعندها اللوز، ممكن تال اللوز تحمره. اللوز اللي عندك. وكيلو ياك؟ تا هو. واخا. أبغي تتقبطي نص كيلو ديال الشوكولاتة الأبيض. نعم. أبغي تاخدي كاس ديال العسل. كاس ديال العسل، كاس ديال العنبة ولا واحد صغير ولا اللي بغيتي، المهم اللي عندك. إيه. تفضل. بغيت تشدي واحد الكاسرونه، نقول لك صافي هادشي المقادير اللي فيه، ما فيهش بزاف ديال وانا وفيه الحليب يا ربي لو لي كونسونطري حليب مركز. شحال تقريبا علبه؟ علبه وحده. واخا هي اللي كتعطيك الكراميل. فوالا بغيت تشدي كاسرونه ايه، تديري فيها داك العلبه ديال الحليب المركز والكاس ديال العسل اها، وتتزيدي فيها الشوكولات. اذا بديتي شنو اول حاجه كديري في الكاسرونه؟ كديري الحليب. كديري كلشي، كتخلطي كلشي، كتخلطي الحليب والعسل والشوكولات. الشوكولات ما كدوبيش في حمام مريم؟ لا لا، مباشره بدقه واحده. فوالا بقي تديري داك، كتخلي داك اللوز ولا داك الكاوكاو يبرد، كيكون بعدا بارد عاد باش كضيفيه للمقادير. وكطحنيه؟ لا لا، ما كنطحنوش، كنديرو هكاك. صحيح داكور. صحيح. بغيت ديريه مع دوك المقادير ديال الشوكولات والحليب مركز والعسل، وكتبقاي تحركي كتبقاي تحركي، والعافيه تكون مهيله، ما تكونش مجهده، تكون مهيله. وتتبقاي تحركي بواحد الملعقه خشبيه، وحرك حرك هكا حتى يدير داك نتو لا كولور كاراميليزي، يكون كاراميلا. بقيت تتشدي واحد اللاطا ديال تطفي عليه، تتشدي واحد اللاطا ديال الفران، ديك الطويله اللي كتحشى في الفران، سوا مدوره سوا طويله اللي بغيتي. بقيت ديري في داك البابي سلفوني داك اللي كديري من الفوق، بابي ديال الطياب. وتتفرشيه تتفرشيه هو سخون، تتفرشي داك الكاوكاو كتفرشيه مزيان، حتى كتلقيه كله على ديك الطاوه. ايه. بقيت تدخليه للثلاجه تيبرد ساعه. وتتخرجي تبقاي تقطعيه مربعات، فوالا كتدي نوكا تدي غزاله. كديري داكشي كتخوي السيده هذاكشي على البابي السلفيغيزي ياك؟ فوالا. ومن بعد كديرو نيشان في الثلاجه. كديريه ديريكت في الثلاجه. كيدي ساعه في الثلاجه. ابخي تخرجيه وتقطعيه مربعات. غزال تدي غزاله 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 بزاف كاع. الله تبارك الله عليك، غزال عندك هذه الفكره، النوكا بالكاوكاو او اللوز مصاوب في الدار. كنشكرك عليها كثير كثير اخت رشيده من فرنسا.